في إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، تواصل وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على السيدات، بخاصة السيدات المعيلات بالمناطق أكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وذلك تزامناً مع الاحتفال بحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقاً من دور الوزارة المجتمعية. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة المعيلات في المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، مشاركة من الوزارة المرأة الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. الضباط دايما معانا في محافظة المنيا هنا، ودايما مفرحينا ودايما واقفين معانا في أي حاجة. فرحانة إن أنتوا بتفتكرونا في أي وقت، بتبقوا جنبينا وأي وقت طلبناكم بنلاقيكم. وشكرا شكرا على المبادرة الحلوة دي الجميلة اللي أنتوا عملتوها لنا النهاردة، وجيتوا زرتونا في محافظة المنيا. مبسوطين علشان هم على طول معانا وواقفين مع الناس الغلابة وما يجي لهم لحد عندهم. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب. ألف ألف شكر لوزارة الداخلية، ألف شكر، استعدونا على طول وتمن معانا. والقلب ما يريد وإحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر. إحنا فرحانين بوجودهم ونشكرهم. دايما الوزاره مفتكرنا بحاجه حلوه، وربنا يحمي الشرطه والجيش يحميهم الف مره. بنشكر الضباط طبعا ان هم جم النهارده، والحمد لله دي مش اول مره. هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ربنا يخلي مصر. شكرا وزارة الداخلية، ونشكر كلنا واحد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنا ما بنعرفش محال، هنا لما نقول يا بلاد صوتنا يرقي السكان. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف ونضحي بعمرنا. إشادة كبيرة من السيدات بدور وزارة الداخلية في دعم ومساندة المرأة على مدار العام، وهو تقدير لدورهن في بناء المجتمع وتحمل المسؤولية وتبعات البناء والتنمية. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان. كل ضابط في شارع مطروح بشكره، لأن دول ولادنا وربنا يحميهم، لأن دول حاميننا، ولولا إحنا من غيرهم ما نكونش عايشين. قايمين بدور جيد جدا جيد جدا، وبصراحة مش سايبين لا بيت ولا مكان إلا لما دخلوه. أنا سعيدة وفخورة باللي انا فيه وبالحاجات الحلوه كلها اللي انا شايفاه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وينصركم ربنا. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد والقلب ما يريد. الف شكر لوزاره الداخليه على الامان وكل حاجه حلوه بتعملوها لينا. احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها. ربنا يخلي مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. ضباط واقفين في ظهر الشعب، ربنا يجعلهم دايما سند لينا، وربنا يحفظ مصر وشعبها. فرحونا وهم مش اول مره، مش حاجه جديده عليهم، هم على طول بيعملوا معانا كده. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد والقلب. احنا بنشكر وزاره الداخليه عشان جابوا لنا الهديه الحلوه دي. احلى بلاد الدنيا دي. شكرا، ربنا يخليكم لمصر، ربنا يخليكم لمصر. هنا ما بنعرفش محال.
ربنا يخلي لنا مصر ويخلي وزارة الداخلية كلها. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. انا فرحانة بيكم بصراحة، ويعني احنا كفاية ان احنا قاعدين في امان. احنا قاعدين، انا طول الليل العربيات رايحة جاية بتاعت الشرطة من هنا، انا حاسة بامان. فربنا يكرمكم ويبارك في عمركم يا رب. مأموريات وزارة الداخلية والتي انطلقت على مستوى الجمهورية محملة بالمساعدات العينية المتنوعة استقبلت من قبل السيدات وبخاصة المعيلات بترحاب كبير، سواء في الأماكن التي أعدت لاستقبالهن أو بأماكن إقامتهن، والتي حرصت الوزارة على التوجه إليها بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. ما بيسبناش في أي موقف صراحة، مبادرة كلنا واحد صراحة، دايما في أسوان هنا بتكون واقفة معانا وبنلاقيها في كل وقت. هنا مصر اللي عشناها إباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها. مبسوطة جدا بجايتهم لينا وإن هم فاكريننا دايما في ظهرنا وربنا يخليهم لينا. مبسوطه النهارده ان انا شفتكم وسعيده بيكم النهارده، وما شاء الله عليكم ان انتوا شفتوا اسوان. يعني مصر عليها العين واولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشده بيبان. نشكر وزاره الداخليه على مبادره كلنا واحد، ويا رب هم ان شاء الله يكونوا دايما في ظهرنا ومعانا. ظباط معانا في ظهرنا والدنيا كلها معانا، وتحيا مصر. متشكرين للساده الظباط، مش بيسيبونا خالص وواقفين في ظهرنا دايما. مساهمات ايجابيه واكثر فعاليه من وزاره الداخليه باتجاه دعم المجتمع بكل فئاته، وفي المقدمه المراه وبخاصة المرأة المعيلة، لتبقى وزارة الداخلية داعماً رئيسياً للمجتمع على مدار العام. ربنا يستر عليهم الضباط ويخليهم لينا، مش سايبيننا وحرصينا، وربنا يستر عليهم ويخليهم. الضباط عاملين مجهود جامد، يعني واقفين معانا ومرحبين بنا بجد، يعني في كل الأوقات معانا. وأنا فرحت جداً بالسادة الضباط لما دخل علينا كده، حسيت إن أولادنا وأخواتنا معانا. كتر خير المبادرة وكتر خير الضباط اللي جاتنا وسألت عن ناس الغلاب لحدهن، وإحنا كلنا واحد. هنا ما بنعرفش محال، هنا لما نقول يا بلاد صوتنا يروح يهز. يا رب يخليها مصر ويعليها وينصرها ويجعلنا كلنا قدوة. هنا مصر اللي عشناها إباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر. مبسوطة خالص الحمد لله، شكرا عليهم ان انتوا فاكريننا كلنا واحد، وتحيا مصر. انطلاقا من المسؤوليه المجتمعيه لوزاره الداخليه وحرصها على اطلاق المبادرات الانسانيه التي تهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، ومنها مبادره كلنا واحد معك في كل مكان، والتي جابت المناطق الاكثر احتياجا بكل محافظات الجمهوريه لتوزيع مساعدات عينيه على السيدات، بخاصه السيدات المعيلات، بهدف تخفيف الاعباء عليهن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.